السلام عليكم ورحمة الله. أميرتي العادية، كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله على قناتي. الفيديو اللي كتطلبون عليه بزاف ديال البنات كيسولون على هاد القياسات ديال مخدة الشفاء. اليوم عاد مكتب نديرو لكم بالنسبة لطريقة الترصاج، راه وريتها لكم البنات في الدرس، يعني ما عودتش معكم، فقط راني نوريكم غير القياسات. وبالنسبة لهاد الجهة كما قلت لكم، هاي الجهة كتكون ناقصة على الجهة الفوق التحتانية، هاي الجهة التحتانية وهي الجهة الفوقانية، يعني حتى هنا يتبع لكم حتى هنا. وبالنسبة للقياسات البنات، عندنا 2 سنتيم غادي نسطرو. عندنا هنايا بالنسبة لهاد البلاصة هنا، بالنسبه للقياسات البنات راه كاينين تماك في داك الدرس تقريبا، راه باينين. يعني كناخدو الورقه كلها، يعني الورقه تكون مزدوجه مقطعه من شي دفتر الكبير، يعني تحطي تراسي عليها، نديرو بحال هكذا. هي عندنا هنايا 24 ونصف، 27 ونص، يعني من هنا لهنا الناس في 27. عندنا هاد الجهة، عندنا 17، هيا تبانلكم 17، هيا عندنا فيه 17 في هاد الجهة. في الجهة التانية يعني هنايا بالسنتيم، هاو ندير بحال هكدا، عندنا 18. وبالنسبة لهاد المربع تاع البنات، بالنسبة لشي بنت اللي بغات تفصلها غير راسها وما عندهاش سنتيم، يعني ماشي خياطة باغية غير تفصلها، عندنا نحسب لكم هاد المربعات هنايا فيهم 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22 24 26 29 31 32 34 36، يعني هنايا في 36 مربع، هنايا في 2 4 6 8 10 11 12 13 14 20 22 24 26 28 30 32 33، هنايا فيه 33. غنحسب لكم هنايا من بعد، غنكتب لكم في الورقة باش ما يديش الفيديو الوقت، وعاد نرجع معكم. هما البنات من بعد ما حسبت وتأكدت مزيان ان هنايا من هاد المنتصف حتى هنايا الجهة الفوقانية التحتانية عفوا، عندنا فيه 36 مربع، ومن هاد الجهة اللي غتكون في العلوي الشفاه العلوي غيكون فيه 34، ومن هنا لهنا غتكون فيه 54 مربع. وبالنسبة لهداك الخط اللي كدير ليه، يعني كيكون كتبداي من الجهة العلوية من هنا، يعني من هنايا غدير هداك الخط اللي كيشد المنتصف، كنديرو بحال هكدا كيجي فوق شوية. بالنسبة لهاد الخط ما تحتاجيهش حتى توصلي، هاو كيما قلت لكم بالنسبة لهاد الخط كيجي بحال هكا، كيطلع في الجهة العلوية، يعني هنايا كنطلعو الشوك هناك يهبط في الجهة التحتانية. وبالنسبة للقياس بالسنتيم، ها هو عندنا هنا 27 ونصف، هنا هنا عندنا فيه 18، هنا عندنا فيه 17. إلا بغيتو تعاودو تأكدو تزيدو باقي المنتصف راه ممكن ناخد لكم القياس ديال المنتصف. ها هو عندنا فيه 27، يعني المنتصف عندنا فيه ماشي تقريبا فوق، فيه عندنا فيه 27، المنتصف هو هذا. يعني ديك الساعات كيبقى دايرة بلاصة، راه كتكون دايرة التقوسة، يعني راه يديكم كتحكم، يعني فاش كتكون دايرة الورقة بحال هكذا كتراسيو بحال الشكل ديال الوريقه ديال الشجره،
يعني الكساف غادي يضحك عليكم. وكذا تنكون ساليت الفيديو. بسلام عليكم البنات، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم الفيديو، وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد في القناة. سلام عليكم.